بالنسبة للتمريض يعني مش كل العاملين في التمريض تابعين للوزارة، فيهم من العاملين اللي تابعين للقطاع الخاص وأيضا التأمين الصحي. هل خطبتم الجهات طبعا دي طبعا عشان طبعا تحسوهم احنا على عاملين النزول؟ لجنة مخصوصة للقطاع الخاص، عاملين حصر بكل المستشفيات الخاصة وبأرقام تليفوناتهم واللينك بتاعنا أو همزة الوصل بتاعنا في من الأعضاء عشان ينزلوا التمريض. كان في عندنا استجابة؟ كان جدا في جدا عندنا التأمين الصحي، عندنا المستشفيات التعليمية، عندنا مستشفيات الأمانة، كل مستشفياتنا على مستوى الجمهورية غطيناها، المستشفيات الجامعية كمان ما نساهاش فيها 25,000 ممرض وممرضة، فاحنا غطينا كله في الحقيقة. احنا يعني الحمد لله يعني عاملين مجهود، مصر تستحق ان احنا نبذل مجهود الفترة اللي احنا فيها دي ان شاء الله.